مشاهدينا ينضم إلي من أرض الصومال السياسي الصومالي المعارض السيد عبد الله الفياض. أرحب بك سيد الفياض. لماذا تدعم أرض الصومال الموقف الإماراتي؟ السلام عليكم، مرحبا بكم أهلا قناة بك. الحوار، وكذلك أسلم على مشاهديكم من خلالكم. أهلا بك. أنا الذي يدعم الإمارات والسعودية وهذه الحكومات ليس الشعب وإنما هو الحكومة. أولا أصحح هذا المفهوم. إننا كشعب لأرض الصومال، نحن شعب يحترم كل الشعوب العالمية وخصوصا الشعوب العربية والإسلامية. نعم. طيب، ولكن لماذا الحكومة اتخذت هذا الموقف؟ أنا سأتي إلى هذه النقطة يا أخي فاضل. نعم. ولكن الدور المتاح للحكومة كان أن تقوم بدور الوسادة بين الأطراف أشقائنا في الخليج، بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وبين الحكومة القطرية من جهة. ولكن لأسباب فاجأة الجميع وفاجأة الشعب وفاجأة كل المفكرين الوطن وفاجأة أساتذتنا وفاجأة المعارضة وكل من يعمل في العمل الوطني، هو أن الحكومة أيرت طرف ضد طرف بدون أي أدلة. لم الوزير الخارجية أستاذ سعد علي شري لم يقدم أي دليل ولم يقدم أي سبب لتأييده للحكومة السعودية والإمارات. نعم، هذا هو المؤسف. طيب، هذا السبب في هذا الموقف. لم نجد الاستقلال من المجتمع الدولي والأسرة الدولية، لم نجد الاستقلال. نعم. ولا نريد أن نعمل لأعداء لقضيتنا، نحن الآن لم نعترف دوليا، نحن كنا نريد استقلال جديد من قطر ومن تركيا ومن السعودية ومن الجميع، هم إخواننا ومؤيدون ونريد منهم أن يؤيدوا قضيتنا، لذا لا نريد أعداء من الأول، إلا الآن بعد 26 سنة لم نجد الاستقلال الدولي. نعم، يعني الاعتراف الدولي. طيب سيد الفياض، يعني ما هو سر هذا الموقف من قبل حكومة أرض الصومال إلى جانب الإمارات والسعودية؟ الإمارات تحديدا، هناك من يتحدث عن علاقات ربما اقتصادية شخصية أو ما إلى ذلك. هناك علاقات اقتصادية وكذلك هناك علاقات شخصية بين الإمارات وحكومة سوماليلاند، لا، وهناك ضغوط تأتي ربما من هذه الدول حسب يعني تحليلاتنا نحن شخصية. نعم، أشكرك جزيلا السيد عبد الله الفياض السياسي الصومالي المعارض، كنت معي من أرض الصومال. مشاهدينا، وانتقل إلى اسطنبول، وينضم إلي من هناك السيد يوسف أغلو الكاتب والإعلامي. أرحب بك سيد.